عادات لو بتعملها هتدمر لك ظهرك. صلى على النبي يا حبه، لو مش متابعني فولو مي واعمل لايك ما بيكهربش. بتنام على مخده عاليه، قاعد ماسك الموبايل طول اليوم، بتذاكر او بتقرا من كتاب وراسك دايما للاسفل. دي حاجات مش لذيذه. الافضل انك تخلي الحاجه اللي قدامك او اللي بتقرا منها تكون في نفس مرمى البصر. بتشتغل شغل مكتبي وقاعد على طول على المكتب ومادي ايدك قدامك، يعني راوند شولدر، مشاكل في الفقرات العلويه من الظهر، ظهرك لازم يكون مفرود كل تلت ساعه او نص ساعه لازم تتحرك. بتحاول انك تعمل استرتشات عكس وضعيه ثباتك، تقعد على الارض بس بنص ظهرك اللي تحت، فبيكون في انحناء في اسفل الظهر كده، ده سبب كبير من اسباب الام اسفل الظهر. خلي دايما وضعك مستقيم سواء كنت هتنام او هتقعد. ما تنساش ان تمارين المقاومه هتساعدك انك تتخلص من المشاكل دي.